السلام عليكم. اليوم أنا أتواجد داخل سكك حديد محافظة الأنبار، تحديدا محطة قطار مدينة الفلوجة، اليوم التي استقبلت القطار بعد عودته من العاصمة بغداد، يعني يحمل على متن عرباته المسافرين بعد توقف دام لأكثر من 3 سنوات. اليوم معي سائق القطار ليحدثنا عن هذه الرحلة التجريبية، تفضل استاذ. الحمد لله والشكر. اليوم أول قطار سير إلى مدينة الفلوجة وإلى محافظة الأنبار، إن شاء الله إحنا هنا بخدمة أهلنا وناسنا ويدللون علينا. شلون شفت هاي اليوم الرحلة التجريبية بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات؟ والله التوقف تقريبا ورا كورونا توقف عندنا الرحلات الفلوجة، لأن هسه الحمد لله شوي وزير النقل والأستاذ المدير العام إن شاء الله ما قصروا وفتحوا الخطر لأن هذا أهلنا وأحبابنا. راح يدخل هذا القطار البضائع والمسافرين. بضائع مسافرين كل شيء، اي شيء يعني مستقر خط استغرب ان شاء الله. ان شاء الله بالموفقيه. اذا مشاهدينا الكرام راح نكون معكم بتفاصيل اكثر عبر شاشه قناه الفلوجه الفضائيه، تابعونا.